نرتقل عند زميلنا زياد الطويسي من إقليم البتراء لنعرف شو الوضع في إقليم البتراء. خبرنا أكثر زميلنا زياد. صباح الخير زملائي باستديو يوم جديد، صباح الخير والمحبة لأبناء أردننا الغالي على امتداد ساحة أرض الوطن في لواء البتراء. الحمد لله رب العالمين، اليوم الخامس على التوالي يلتزم أهالي اللواء بقرار حظر التجوال. أجرينا جولة اليوم صباح هذا اليوم في مختلف مناطق لواء البتراء، هناك التزام كبير من قبل المواطنين، هناك وعي كبير جدا من قبل أهالي لواء البتراء وتجاوب بالالتزام بمختلف القرارات الحكومية. بدأت محال تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين من مخابز، من محال مياه، من بقالات الاستعداد لفتح أبوابها لتأمين المواطنين من احتياجاتهم الأساسية ابتداء من الساعة 10 صباحا وحتى 6 مساء التزاما بقرار رئيس الوزراء. أيضا شهدت لواء البتراء في هذه الفترة الكثير من المبادرات التي تسعى لخدمة المواطنين في مختلف تجمعات اللواء وبالذات المرضى. متواجدين اليوم في مستشفى الملكة رانيا العبد الله في لواء البتراء المستشفى وأيضا مركز صحي البتراء الشامل، أطلقوا مبادرات من أجل تأمين المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة بالأدوية التي يحتاجوا لها من خلال إيصالها إلى بيوتهم. هذه المبادرة أطلق عليها اسم مبادرة فيتامين ويقوم عليها عدد من كادر المستشفى والمتطوعين. وللمزيد من الحديث حول هذه المبادرة أسرنا أن يكون معنا الدكتورة تغريد النوافلة من مستشفى الملكة رانيا عبد الله. يسعد صباحك دكتورة وتحدثينا عن هذه المبادرة. صباح الخير يعطيكم ألف عافية. مبادرة فيتامين هي مبادرة تطوعية شبابية تسعى لخدمة أبناء مجتمع المحلي في سلطة إقليم البتراء بست جمعات سكنية، على أن نقوم بخدمة توصيل الدواء للمريض بيته. عندنا فريق عمل متكامل من شباب عاملين بالمستشفى ومتطوعين، رح نستقبل اتصالات المرضى ورح ناخذ منهم تأميناتهم الأدوية اللي بيستعملها بالذات الأدوية المزمنة حتى المريض ما ينقطع، أدوية الضغط والسكري والقلب وغيره من هاي الأدوية المزمنة. بتم طبعا متابعة الوصفة وصرفها، وعندنا فريق كامل طبعا بعمل باكجينج للدواء وبنحط علامات المريض عليه ومن سكنه رقم تليفونه وبتم إيصال الدواء للمريض ببيته. هدفنا من هاي المبادرة هو تقليل خروج الناس من منزلهم لمنع نقل العدوى ومنع تجمع الناس عدد كبير، لأنه بصراحة كانت الأيام اللي فاتت في ضغط كبير بالمستشفى، الناس جاي تاخذ دواها. احنا بنتمنى من ابناء المجتمع المحلي بلواء البتراء انهم يتواصلوا معنا على الارقام اللي ذكرناها على فيسبوك، وان شاء الله انا رح نخدمكم ونوصلكم الدواء بالبيت وما تطلعوا من بيتكم. حياكم الله واهلا وسهلا فيكم. دكتوره، كم عدد الاشخاص المتوقع اللي يستفيدوا من هاي المبادره؟ احنا رح نبلش اليوم صف الاكثر على الساعه 9 طبعا، تقريبا لحد الان صار متواصل معنا 150 مريض عم يجهز حاليا بادويتهم ووصفاتهم. اتوقع بصراحه تتجاوز ال 300 مريض اليوم، وان شاء الله نكون قد قدرنا المسؤوليه ونقدر نقدم الخدمه. طيب اذا الدكتوره تغريد النوافي المستشفى الملكه رانيا عبد الله نشكرها جزيل الشكر، وان شاء الله سنواصل جولاتنا الميدانيه في لواء البتراء وتغطياتنا للتلفزيون الاردني لهذا اليوم. وهذه المبادره طبعا هي جزء من عده مبادرات قامت بها المؤسسات الرسميه والاهليه في لواء البتراء من اجل مساعده ابناء التجمعات السكانيه في ظل هذه الظروف الصحيه وظروف حظر التجوال التي تعيشها مختلف مناطق البتراء، والبتراء ايضا جزء غالي من هذا الوطن. من البتراء مجددا منصب على كل مشاهدينا في شاشه التلفزيون الاردني، وعوده الى زملائنا في استديو يوم جديد لاستكمال ما تبقى من فقرات البرنامج. يعطيك العافيه زميلنا، وان شاء الله هيك هذه الحاله بتمر بسهوله وبيسر، ونشكر جميع المتعاونين بهذه الحاله تحديدا، ومنرحب بكل طبعا المقيمين او كل الاشخاص الموجودين بالمملكه الاردنيه الهاشميه، لانه احنا قد هذا الحمل وراح نكون هذه نتذكرها تذكر.